اهلا بيكم في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم مبكبكة. مبكبكة دي أكلة ليبية، وطبعا انتشرت في مصر وفي بلاد تانية كتير. طعمها حلو قوي، جربوها وهتدعولي. انا هنا استخدمت لحمة من الضلوع، طبعا دي لحمة حلوة جدا شايفين، وفيها عظم عشان بتدي طعم في المبكبكة، وكمان سمكها سميك مش رفيع. وهنبدأ ننزل في الحلة سخنة على النار بمعلقتين زبدة، وهنشوح فيهم اللحمة دي. لو ما عندناش لحمة بالعظم مش مشكلة، ممكن نستخدم لحمة عادية، بس أهم حاجة ما تكونش لحمة رفيعة، لأن زي ما حضراتكم هتشوفوا في آخر الفيديو اللحمة بتبقى دايبة على الآخر. هنسيح الزبدة كده، وبعدين ننزل واحدة واحدة باللحمة نشوحها. بعد ما شوحنا اللحمة كلها هننزل في مكانها، نفس المكان ونفس الحلة، بكوباية جزر متقطع، كوباية بصل صغير أو بصل متقطع، فصين ثوم، ونقلبهم كده. بياخدوا طبعا من طعم اللحمة. الأكلة دي حلوة قوي وفيها بهارات حلوة وريحتها بتطلع جميلة، وأكلة جديدة وتغيير، ياريت تجربوها. هنحط هنا ورق لورا، هنحط نص كوباية بهارات عربية، اي بهارات احنا بنحبها ممكن نستخدمها، ونقلب كويس عشان ريحتها تبدأ تطلع. دلوقتي هنبدأ ننزل باللحمة طبعا اللي احنا شوحناها، زي ما حضرتكم شايفين شكلها حلو ازاي، بس هي لسه مش مستوية. هنرصها في الحلة كده، والصوص ده اوعى نرميه لانه حلو جدا، هنضيفه برضو عليها. وبعدين هننزل بحوالي 7 كوبايات مية مغلية او يدوبك لحد ما نغطي اللحمة. ودلوقتي هنغطي اللحمة بقى ونسيبها الأول على نار عالية لمدة 10 دقايق، وبعدين نهدي النار عليها خالص، بس بعد ما نضيف معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونسيبها أول 10 دقايق على نار عالية، وبعدين نسيبها حوالي ساعة على نار هادية لحد ما اللحمة تستوي كويس، لان طبعا احنا هنستخدم معاها مكرونة صغيرة ما بتاخدش وقت خالص في السوا. شايفين اللحمة بدأت تستوي وريحتها حلوة عشان البهارات. دلوقتي هنشيلها من على النار ونبدأ نجهز خلطة المكرونة. نص كوباية زيت زيتون، عاوزين نستخدم زبدة مفيش مشكلة، بس انا بحاول دايما اقلل الدهون. بحط كوباية بصل مفروم واقلبها لحد يدوبك ما يتغير لونها. هنحط معلقة كبيرة من الثوم المتقطع شرايح، وابدأ اقلب كده لحد ما اللون يصفر، وبعدين كوباية طماطم
متقطع مكعبات، نقلبها برضو تقليبة خفيفة. بعدين كوباية صلصة، دلوقتي هنضيف معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من 7 بهارات، ومعلقة صغيرة كمون. هنبدأ بقى نرص اللحمة فوق الخلطة الحلوة دي. ونحط عليها الشوربة اللي نزلت منها ونغطي ونسيبها تغلي شوية، وبعدين نضيف معلقة كبيرة من الملح ونسيبها لما تغلي كويس عشان اللحم تشرب من الصوص. وبعدين انا استخدمت مكرونة من الصغيرة ديت، كيلو مكرونة، دي طبعا ما بتاخدش سوا خالص، هنضيفها ونبدأ نقلب ونغطيها ونسيبها يا دوبك 6 دقايق على النار. هنبص عليها كده عشان نقلب المكرونة بدأت تتشرب، نقلبها ونغطي عليها تاني ونسيبها دقيقتين كمان. خلاص كده جاهزة، هنشيلها من على النار ونقدمها زي ما حضراتكم شايفين شكلها حلو ازاي، واللحمة دايبة ثابت العظم يعني زي ما حضراتكم شايفين. الريبس اللي انا كنت مستخدماها اول طلوع، اللحمة في حتة والعظم في حتة تانية، انا شلت العظم رميته خلاص. وبالهنا والشفا اشوفكم في اكلة جديدة، مع السلامة.